أبنى دائما نظمت مصالح أمن ولاية خنشلة خرجة ميدانية على مستوى طريق الوصل الثقيلة ضمن حملاتها التوعوية لأصحاب المركبات والشاحنات، وتم خلالها مراقبة حمولات بعض الشاحنات والتي لا تلتزم بالأوزان القانونية، إضافة لمراقبة نظم الفرملة وغيرها من متعلقات المركبات الثقيلة الوزن. التغطية لرمز خاوة. هذه مخالفة شوف الترخيم غير واضحة، إشارة تحديد السرعة ناقصين، يجي موراك يشوفهم حملة تحسيسية بجانب كبير لسواق الوزن الثقيل الشاحنات، أين تم مراقبة وتفتيش الحمولة القانونية وكذا المكابح لنظرا لتسجيل حوادث المرور راح ضحيتها آلاف أو عشرات الضحايا. من هذا المنطلق ندعو سواق المركبات بمختلف أنواعها وأصنافها باحترام احكام وقواعد قانون المرور. بريفا وكلش تاعي بريك ان شاء الله، فرام الحموله خدموا خدمتهم، الحمد لله انا راني منظم في خدمتي، وان شاء الله ننصحوا بعضنا ان شاء الله.